عربی میں تقریر کرنے کے لیے التماس کروں گا جامعہ اسلامیہ محمودیہ درجہ رابعہ کے طالب علم جناب محمود الحسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے ذریعے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ کے سامنے عربی میں تقریر کریں گے درجہ رابعہ کے شریک محمود الحسن صاحب. احمد اللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا ففتح به قلوبا غلفا وعيونا عميا وآذانا ثم فأقام به حججا وأصلي وأسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبة الذين كابدوا للدين وغاصوا لأجله لججا ما دامت العيون تبتهج بآيات الله والقلوب تشتفي بمعجز كتابه وتطمئن به ثلجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادى إلا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله صدق الله العلي العظيم. صاحب السعادة والفضيلة رئيس الحفلة وإخوان المتحابين في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علي حيث قمت بين أيدي إخوان الطلاب فأريد أن أخصف أمامكم كلمات عديدة حول الموضوع فضل القرآن الكريم. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة المتحابون في الله، القرآن ما القرآن وما يدريكم ما القرآن؟ هو تنزيل عزيز من ربي وربكم ورب آبائكم الأولين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يتجمجم دون نصاعته وبراعته وفساحته وبلاغته. مصافع العالم وخطباء العرب والعجم حتى أخرص ناتقهم وغيز شقاشقهم، أولم تسمعوا ما قال أفص نحوهم وأبلغهم الوليد بن مغيرة عندما لامست آذانه كلمات طيبة؟ والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسله لمورق وأعلاه لمثمر وما هو بقول بشر. أيها الإخوة المكرمون، إن القرآن كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير يرفع به أقواما ويزع به آخرين، يتكفكف دون حكماء الشرق والغرب، وهو حبل الله المتين وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم. ولم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يا إخوة المسلم، ألم يكفنا فضلا ومكانة للقرآن أنه منزل من رب العالمين لا ريب فيه ولا شك ولا امتراء، منزل على أفصح من نطق بالضاد
وما أحسن ما شبه به الله عز وجل حيث يقول من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي فأعطيته أفضل ما أعطى السائلين. وفضل كلام الله على سائل الكلام كفضل الله على خلقه. أيها الإخوة المكرمون، ألم نعلم أن خيرنا من تعلم القرآن وعلمه، ومن قرأ حرفا به فله به حسنة، والحسن بعشر أمثالها. ألم نعلم من قال به صدقة، ومن عمل به أجرا، ومن حكم به عدلا، ومن دعا إليه هدى إلى صراط المستقيم. ألم تسمع ما قال الله تعالى للملائكة؟ قالت طوبى لأمة نزل هذا فيها، وطوبى لأجواف تحمل هذا فيها، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. أيها المستمعون الكرام، ألا تسمعون كيف وصف الرحمن في القرآن المجيد؟ إنه لكتاب عزيز حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هل فوق ذلك الشرف؟ هل فوق ذلك كرامة؟ هل فوق ذلك مكانة؟ لا، كلا لا. اللهم آنس وحشتنا في قبري، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا نورا وهدى ورحمة، وما علينا إلا البلاغ المبين.